هاد الفكره هذه فقط على سميره جات في 48 ساعه كما قلت لك باش شي حاجه. هذا الشيء اللي قولي ما وجدتش بزاف حيت انا صبرت انه يجي لان مفخره لنا اننا نشوفوا مغاربه تيخدموا الثوب يعني بلمسه مغربيه فاصريت انه يحضر معنا كضيف القفطان فاش قال لك زعما بالزربه من الزربه سي تبارك الله عليك. شكرا بزاف. هذا الطرز الامازيغي كما كتلاحظ معايا انا غير نزيد بالزربه ماشي مشكل قابلين. هذا امازيغي بغينا حتى الامازيغ نتفكروهم شويه أكيد. الوينات ديالهم لا يعلى عليها. بالنسبه للتناسق الالوان راه ما كنجيش ونحطوا اللون غير هكا غير هباء عاش فقط كتكون دراسه قبل وعندنا خبراء ديالنا في لاتولي يعني كاين. السلام عليكم خو محمد. صباح النور. صباح النور. كيف حالك اخويا؟ مزيان واني والياسمين ماشي لك انت يا وسعي كاع الزوبه ماشي مشكل ندوزو خويا الكليان ديالنا زوينين ندوزو خويا مولف كندوي معاك زوينه لا يقصي. السلام عليكم. ما تقولوش راه حنا غبرنا والله الا غير الضغط ديال الخدمه وما كنساليوش. حنا ما كرهناش كل نهار نديرو 6 ديال الفيديوهات ولكن الله غالب باش عيب راه شي كلشي على عينك. واش سكت الصباح هذا جاي داخل بواحد الكوليه وفرحان وما عرفتش شنو هذا الشيء هذا. واسيدي بشعيب الكوليه راه شحال 15 يوم الناس كتسمى 20 يوم عافاك. هذاك القفطه اللي دوزتو في صباحيه الدوزام هذاك القفطه اللي دوزتو في صباحيه الدوزام حنا راه ما تساليناش ماشي نكذب عليك. حنا ما كرهناش نصوروا اليوم بشعيب هذوك هذوك تبعوا كاين شي واحد كره فلوس هذوك تبعوا قول بغيت تصوروا هذوك ما كاينش وقع عليهم بعتي في الدوزام هذوك هذوك تبعوا تما سيدي بشعيب. ولكن انا راه ماشي الكلمه هي الكلمه صوبناهم بشعيب وجدناهم اليوم الكرناج ديال الالوان خليكم نتوما تحكموها بشعيب خليك انت تحكم حيت باقي ما شفتيهمش دابا بشعيب ياك. اي نشوف اشنو كاين. انت راك قرنيتي ولكن ما عرفتيش الخلطه الوصفه السحريه كيفاش غادي يطلع. ان شاء الله غادي يكون واحد الثمن جد 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 مناسب 3 متر و80 ديال الكخاب ليكي 4 متر الفازي ما بغيتش نقول 4 متر ولكن نورمالمون التكشيطه كتكون في 3 سونس. انا علاش بشعيب حيت انا بغينا اي وحده تشري تعيط باش تشري قفطان اخر ولا تجي للمحل باش تشري قفطان اخر ما تعيطش تقول لك انا راه غليظه بزاف انا عمرها راه ما جانيش فيها الكلوش. حنا درنا فيها تقريبا كما قلتي 4 متر طرز متقون باش اي طرز ما عمرو يتشنتف لك مطروز بالحرير والكارناج ديال الورا في المحل ديالو. نخليكم نتوما تحكموا بحال هذا الموديل هذا السي بشعيب وان شاء الله اي موديل دوزنا غادي نوريوك كيفاش كيجي مخيط طالع. غنوريوك الموديل ديالو عرفت كيفاش كتبان اخو محمد فيها المضمه ياك بشعيب اييه مصوبه ناضيه وفيها الكمام مصوبين ناضين وفيها الهوابط حتى الهبطه ديالها راها طويله راه فيها متر و70 ديال الطرز من هنا ومتر و70 من لهنا. هادشي عاوتاني ديال اطول وحده بشعيب راه تقدر تجيها. هادشي التحدي عاوتاني هادشي التحدي سيدي بشعيب. بهاد الطرزه هادي سيدي بشعيب بزاف ديال الكليان عندنا الامازيغي اييه بغينا نتفكروهم ازول افلاون اللي حافظ واقاريدن خوتنا وحبابنا قال لك اسيدي علاش ما عمركم تفكرتونا في شي موديل احنا قفطان كول داير باللوينات ديال الامازيغ السيل ديال الامازيغ حتى هو وما غنساوش حتى هو الطرز الرباطي هنايا غادي نبينو والبوانتي كروا باش نرضيو كاع طبقات سيدي بشعيب وكاع الجهات ديال المملكه. اييه ودابا غادي تخليكم معايا وما تنساوش لا كاين شي عيب تقولوا لينا كاين شي نقد تقولوا لينا كاين شي حاجه زوينه تقولوها لنا ضروري انت اللي كتفرجي الفيديو خلينا الراي ديالك اختي حيت الراي ديالك كيهمنا بزاف حيت هو باش غادي نتقدموا وباش كنزيدوا قدام شوا مزيانه ولا خايبه. ودابا خليكم معايا باش تكتشفوا هاد التشكيله هادي هاد الجرده ديال الوينات. اي جرده صراحه الليل بساب دو بياس بالقفطان ديالها وكاين فيه المضمه ديالو وكاين فيه ليمونش يعني ليمونش راس الكم يعني راس الكم تا هو كاين وهابطه من الفوق لتحت وفيها هاد العيبه هادي كتشوفوا هنا هاد راه هي ديال الكولفي يعني كتبدا لك من الكتاف وكتجي هابطه حتى لهنايا وعاده كاين الحزام ديالها هو هذا وكاين عاوتاني نفس هاد الرشمه هادي اللي غتكون في راس الكم. صباح محمد هو غادي يوريك اللوينات ديالها. بالنسبه للعبار يعني كنقولوا 4 متر وقل 20 سنتيم هذيك 4 متر و50 سنتيم غير زايده فيها نورمالمون التكشيطه كتكون غير في 3 متر ونص والعرض عاوتاني راه متر ونص يعني عبار كبير كيف كتشوفوا دابا. ها المانكا فيها اكثر من متر و70 وانتم كتشوفوا الثوب ديالها كيفاش داير وراه حنا درناها 3 بياس يعني غير باش نعطيك واحد الميساج بغيتي ديريها 2 بياس ممكن بغيتي ديريها 3 بياس ممكن الاختيار كيبقى لك. دابا السي محمد خويا تورينا اللوان ديالها ياك. اي يا سيدي بشعيب سير على الله خويا خليكم معايا ها قطع بشعيب على ما وجدتهم
احنا عاوتاني سيدي محمد يلا بيه ليا. انا بديت بالخضرة بصعيب حتى روح المواطنة. لا الرازة ربحت البارح. يا كاو اخضر ملكي. وكونوا على يقين بحال هاد الوانات الموف هاد الطابة هذا البغيك هاد الوانات راه ما مختارينش عشوائيا السي بشعيب. ضروري داك ما عندناش فيه الشك. الاخضر الملكي تخلق على قبل هاد اللوان هذا كيوالم وهاد اللوان هذا كيطلع زوين بهاد اللوان هذا. الا درتي شي لوانات اخرين كيبقى الذوق ديالك حنا ما عندناش مشكل. الثمن راه 1400 درهم. 1400 درهم بشعيب راه ما كاملش شاري هاد الثوب حيت هاد الكريب بيكي هذا راه ب 200 درهم المترو. باش كنبيعو باش كنشوف الثمن اسي محمد في راسك عودتي بزاف على الثمن خاوش ضد الكليان. انا شوف كنشوف السلعه كيف كنقولوا هي كتقيم ليها ثمنها. انا نقول لك علاش بشعيب بزاف ديال الكليان هذا الموديل ما صورناش من نهار اللي داز في صباحيه الدوزام قال لك اسيدي ما بغيتوش خرجوا ما بغيتش تدخلوا. لا بالعكس اختي حنا راه غير ما لقيناش الوقت وكانت السلعه سالات لينا ويلا دفعناها سيدي بشعيب يلا جات اليوم انا اليوم غنصورها لكم وباقل ثمن باش ما تبقاوش تعاودوا ديك الهضره هذه. فهمتي بغيتي تتبرع وهادشي واقع لك كتبان لي داخله في ترى السنه وحيت هادشي اللي كنشوفه انا بهذا الطرز هذا والكريب بيكي هذا كلاس وشحال داير السامبل وزائد الطرزه ديالو كتبان لي اسمح محمد داير مع دو بيس وكتقول هاد الثمن هذا راه ما انا راه ماشي ضد الكليان ولا ضدك انت يعني كنشوف الخدمه كنقيموا لها ثمنها. اسمح لي بصعيب انا منين الطرزه شحال غادي ياخذ فيها الطرازه خاصك بصعيب. وانت منين درتي باك نهار السبت خاسر فيه 300 درهم دويت معاك انا حتى ما كلا لك حسد هذا صاحبي. سير اخو الله يسخر سير الله يسخر. اسمح لي سير اخو واش كاينه ولا لا دويت معاك قلت لك شحال كم انت في عظيماتي واسكت. الله يسخر اخويا انا حبيبي الشهاده جات واعره هذه الاكحل راه اللون لا يعلى عليه. وبالنسبه للكحل راه كاع الالوان كيمشيو البوردو راه معروف عنده علاقه ازليه مع النوار السي بشعيب على ممر العصور. واللوينات ديال الامازيغ هادو راه اخترناهم اللوينات ديال الحسين شو العالم كيضحكنا كيطلع علينا بزازه. وبالنسبه للدوبلو بشعيب هذه راه تجي قفطان بالتبطين كما غادي نوريها لهم في لا فيديو. تقدر دير ليه تبطين في الصفر في الفيق وفي الكرونه في الشيبي. هاد الوانات هادو مختارين على حساب اللوان ديال الامازيغ باش ما بغيناش ندخلو في اللوان ديال انا على ذوقها. حنا حافظنا على الاساس والتقليد ودخل بطريقه عصريه والباقي عليكم نتوما. ديريه تبطين قفطان ولا ديريه حتى تكشيطه وتختاري شي لون من هنا حنا كنديروه لك هاد بالقفطان ديالو 1400 باش انا كنسحب لك بوحدو اسيدي. الله يكثر خيرك زيدك هادي هو شعل لون عاوتاني هما اللوانات ديالو هذا ان شاء الله. ملي غنسالي هذا الموديل غادي نخلي لكم واحد البتي فيديو في الاخر ديال هذا غادي تلقاوه مخيط تمايا ان شاء الله باش تزعموا كثر حيت بزاف ديال الكليان بشعيب ما كياخذش الجرأه وما عندوش القرار حتى كيشوف بياسه طالعه. هي راه ما بقاتش غير في الكليان انا كنلاحظ اخو محمد واخا الهضره ما كتعجبكش انت حتى شي بيع وشرا يعني اصلا هما كيراوموا ولا كيخدموا شي حاجه ما كيعرفش اش كيدير كيف كيقولوا غير كور وعطي العور. باش يا خويا بشعيب انا في هاد هنا بغيت نشوف واحد الميساج حتى هو يشوف يتعلم اللوينات كيفاش تماريتي مخو خاص محمد كيفاش طيحتي هاد الشيء باش يشوف يقرا. هو كل واحد والقرايه ديالو بشعيب. دابا اللي خارج من التحضيره بشعيب وتقول له حل لي المعادله من درجه واحد غادي يحلها راه ما يمكنش اصاحبي كتعدى عليه نسى. ايوا صافي سير سير راه كتكرفص عليه عاد دابشي دابا صافي الله يسخر اسيدي الله يسخر ويور فهمتي بنادم على حسب العقليه ديالو هو راه كيبان له داك الشيء راه شي حاجه عنده. لا غير بغيت نقول لي انا اسمح لي حنا الحكم اسيدي بشعيب هو الزبون. إيه. دابا غادي نلاحظوا في هذا الكليان قولوا لنا الراي ديالكم. حنا الراي ديالكم كيهمنا في هذا القفطان باش حتى ما عجبكمش الالوان وشي حاجه نبدلوه ما عندناش مشكل حيت حنا بكم باش غادي. حنا الكليان هو الحكم ديالنا هو البوليسي ديال السوق اسيدي بشعيب. اي كاينه ولكن تبارك الله هادشي صراحه ما كاينش اللي غادي نساقده ما نكذبش عليك. فصل راسها الطوق ديالها راس درها الطوق ديالها بكل شيء هو راه هو هذا يعني كتجي في الرقبه بشعيب راه تخدمه بالحرير وما نسيناكش حنا كندخلوا في ديك التفاصيل الصغيره داك الشيء اللي كيدور لك في الدماغ ديالك لالا راه كنعرفوه. كون كنخدمناها بالحرير كامله بشعيب الا بغات تخدمها بالصم بحال غادي تجيها صعيبه شويه. حنا دخلنا لك الصم كارتي كيمشي مع كاع الالوان سهلنا عليك. بغيتي تخدميها بالصم نص الجزائري في الكارتي هو بغيتي تخدميها بالحرير راه كتزارولي ولا كتدخلي لون واحد راه فيها هي. وهذاك الزقل اللي دخلنا تماك يعني حتى شي وحده اللي كتقول لك انا ما بغيتش البياسه تطلع غاليه عليا في هذه الحاله انت ما مضطراش تخدميها بالزقلي تقدري تخدميها غير بالحرير بوحديته كيبان. علاش حنا ديجا دخلنا لك الزقلي اللبسه شاكرا راسه وكذلك بامكانك باش دوزيتها بالماكينه وتخيطها باحسن الثمن. علاش اصلا الموديل كاين شاكرا راسه اللي كيحتاج هو الفصاله لا كوف فقط. دابا بشعيب هادوم كنوريهم لك بوحدهم باش نعطيك فكره على اللون. هذا الشيء اللي كاين فيها حاليا هادشي اللي غنوريو في الفيديو هو اللي كاين ما يتقلقش علينا الكليان اللي ما غاديش ياخذ. الا ما خديتيش وكنتي عاجبك اختي راه ماشي مشكل نصاوبو لك سير كوموندا بشي
على قبلك ندخل انا هذا للروبو يتخدم واخا هو ما كيخدمش بياسه وحده ماشي مشكل باش تبقى لي على خاطرك انت الا قلنا لك تبع قول لي انا وجد لي واحد اخر انا ياك هذا هو اللي كاين تمشي لا لا حد كتفاجي في الفيديو حد السلعه راه كطير تبارك الله كل نهار ورزقو كل فيديو ورزقو حنا ما كنحكموش راه كاين بعض المرات راه اورغانزات سالات في روبو ساعه انا براسي ما طيقش انا براسي في المحل وكنقول لهم اوت سالات راه باقي عندكم شي حاجه براسي ما طيق ما بالك والكليان ملي ربع ساعة باش تلعب فيديو كتعيط لمراك نقولوا لا ما كاينش المليح كيعيط على الكليان ديالو في مكان فين ما كان انا لو الناس قرات وعات ما بقاش في درغه في لون كما شحال هادي دابا راه كيعرفوا الهاوشه يا كنسيدي باش نعمل الاورغانزا هو ب 800 درهم ملي كتشوف لبسه بحال هذه اسمح لي شحال قلتي الله يرحم باك اللي معاود ذكر 400 درهم ها انت شوف معايا واخا انا نقلب عاوتاني في الكاميرا انا ما عمري صورت اصلا ماشي ديال العالمي باش نصور لك واقفه ما عرفتش كيفاش غتبان انت شوف معايا وبغيت درنا له هذاك الصفر بغيتي تغير حتى الصفر دير اللون في اللون راه ممكن ولكن داك الصفر راه خرجها حتى ما بغيتش نديرو قفطان نديرو غير تبطين هادشي كامل تبارك الله ب 1400 درهم ومازال غادي نوريها لهم مخيطه بشعب هذاك السيد اللي كان كيصور فيها ملي غنوريها لهم مخيطه بشعب لاح الكاسك والميكرو تم غادي كيجاوب حيت هو شي حوايج باش واش هما اللوينات ديالهم كريب راه غارانتي صراحه انا اكبر ناقد في العالم ولكن ما بالي فين نحط صبعي والو ما كاينش انت على لون عاوتاني الوينات عندكش فين تفتف السيبسيت لا والو ما كاينش داكشي في محله كاينش حنا فين كنتصابوا بالغرور وكنقول لك التحدي راه التحدي حيت كنعطيك شي حاجه ما كايناش راه المشكل كاين في اللمسه اما ما غاديش نقولوا حنا اللي عديتنا التوب ولا حنا اللي كنفعلوا ولا حنا نسركوا اللمسه ما كايناش الحمد لله نعم علينا الله بهذه اللمسه هذه اللي كنديروا شي حاجه متميزه وما كايناش يعني الموهبه سيدي شعيب الموهبه راه ما كتعلمش الموهبه كتزاد فطريه سبحان الله مع الناس علاش باش يكون شي كريستيانو رونالدو ولا ميسي الموهبه ديال الله عطاها لي سيدي ربي واخا نعيا ما نقلد فيه مثلا ما غاديش نوصل مستحيل حيت كاين الملايين ديال اللعابه ديال الكره فهمتي بشايف علاش ما وصلوش مثلا علاش ما خداوش 10 ذهبيات كله باش من عليه الله ولا داك الشيء راه ديال الله والارزاق بيد الله ونتقبلوا ونبغيو من شي ناس هما يتقبلوا هذا الواقع اللي هو بالنسبه عليهم هما مر ولكن راه واقع لا سيدي انا ولا شي شعله الله يسهل على الجامع سيدي بشعيب حنا طبيعه الحال حنا كنتعاونوا كنبغيو الخير لكل حيت المسلم باش يكون مسلم تيبغي الخو الخير المسلم عاد راه كيكون مسلم الله يسخر لكل واحد الله يسخر لكل واحد بلا حنا نفرحوا البنادم الا دار شي حاجه مزيانه والله تنفرحوا ليه بالله بشعيب خاصنا حنا كنشوفوا دير شي حاجه خايبه راه نكعاو ليه كاع ولا ما عارفش ولا شي حاجه ما نكذبش عليك انا من طبيعي الخدمه اعطي الخدمه حقها وهز راسك الفوق اعطي الخدمه حقها وهز راسك الفوق شو هاد الوين كيجي زويو ان شاء الله تبارك الله صراحه لا ما كاينش غير ما كاينش فين دار صبعك راه غير انا بقى في الحال علاش اسمح ما درتيش بزاف درتي هاد الشيء قليله 15 بياسه ولا 20 بشعيب هذه راه 8 سوايع وحده صاحبي وحده كتهز 8 سوايع حيت هذا بشعيب اتقرب معايا هنايا بشعيب باش نقول للكليان واحد القضيه حيت الكليان ما كنبغيش ندخل معاه في ديك التفاصيل الصغيره حيت كيجيني بحال غنبدا نعقد عليه الامور ما غاديش يولي يفهم دابا هاد الخدمه هادي راه كاينه نقدر هاد الخدمه هادي خدتها من خدمه في ربع ساعه بشعيب وهاد الخدمه هادي خدتها كما قلنا راه 8 سوايع علاش كيتخدم بلي بوين بالقيطاج اما لو بغيتيني ندير لك هذاك السطاطامي زيكزاك ودوز حيد زيكزاك ودوز حيد راه كله غادي تشنت فيه اي داكشي دار هذا بالخاتم بلاندي هاد البياسه هادي مصوبينها لا باش تبقى عايشه معاك ديما ابديه عزلنا الثوب باش يبقى عايش معاك ديما وعزلنا حتى الطرزه باش تبقى عايشه معاك ديما حيت بعض المرات المراه كترتاح للقفطان كيعجبها بشعيب بحال انا مرتاح لواحد البيلا راشيني كنلبسو 100 نهار باش ما عندي ما نلبسها بشعيب هذاك كنرتاح فيه سبحان الله كتصدق كترتاح فيه وكتقول لك عجبتني خساره خسرت ليا دغيا هذا مصوب لا باش يبقى عايش معاك ديما ابدي يعني اللي كيبان بالنسبه للثوب لا بالنسبه للطرزه هنا دابا اسم محمد هنا اللي كيبان لي بعتي فكره وبعتي ثوب واهم حاجه هي الفكره وخديتي مع ذلك بنيتي على شي حاجه اللي من التراث ديال كيف كتقول ديال الامازيغ وفكرتي فيهم تما وبغيتي تفيق واحد الطرز ديالهم اللي كان كيف كنقولوا حنا كان ناعس او كانوا منومين ولا كيفاش كيقولوا لا خدينا واحد القرار حنا غادي نبدا نخدموا هادشي ديال الطرز كاع الجهات ديال المملكه كاملين درنا البوانتي كروا درنا الطرز الرباطي الزموري وحتى بالنسبه للطرز الزواقات اللي مقتبسين من برا بشعيب بحال الطرز الفلسطيني ولا اليوغوسلافي ولا السوفيتي فهمتي بشعيب هو غادي ندخلو ان شاء الله حيت فيه واحد الالوان تا هما كيكونوا واحد الكارناج ديالهم واحد الزواق شويه
مودرن. والحمد لله بالنسبه للشيء اللي كتفكر فيه اسمح حمد انا متفق معك فيه، يعني زوين عندنا المراه المغربيه تبارك الله كتعيش يعني جميع الثقافات عندنا حنا، كيخلطوا ما بين القفطان ما بين الرومي ما بين كيف قلتي الفلسطيني او الجزائري او هذا ديال الزايان او الاطلس، يعني الحمد لله كنلبسوا شي حاجه. مثلا كتلقى بعض المرات عندنا مرة مثلا هي غير بيضاويه ولابسه الحك صحراوي. احنا كنا خوت اسيدي يعني كيمشيو في كل شيء، وكنا كل واحد والثقافه اللي كتعجبو. والقفطان المغربي راه كينافس الموضه في العالم كامل، حيت حنا دابا اول حاجه في المغرب عندنا تيكيته واحده اللي مكتوبه فيها ماد ان مروكو، راه هو القفطان اسيدي بالشعب باش تكون عارفه. واي والعروسه الوحيده اللي في العالم كامل اللي الحلم ديالها تلبس قفطان وتكشيطه وجلباس، كاع العريسات ديال العالم كامل كتقول لك انا امنيتي نلبس غوب. سبحان الله، حنا المغرب الامنيه ديالها تلبس التشكيله ديال اللوينات ديال القفيطنات التكشطات الغوب، الحاجه الوحيده اللي ما كنطابقش على العروسه ديال المغرب بشعب، كنطابق على العالم كامل الا المغاربه ما كيلبسوش الغوب. القفطان سيدي بشعب، القفطان راه كيضاهي كاع الموضه في العالم كامل، لبسوه ملوك لبسوه وزاره ليستار ديال العالم كامل، كتلقاه هو الاولاني في طابيغوجا بشعب في العالم كامل. ايه هو القفطان المغربي. الا تفرجتي جائزة نوبل غتلقاهم لابسين القفاطن، جائزة غرامي غتلقاهم، أي مهرجان غتلقى لابسين القفاطن. وهذا الشيء هذا بفضل الإبداعات ديال طاقم رميسة. طاقم رميسة، وما ننساوش راه كاينين الناس وحدة أخرين عندهم لاتوش حتى هما ديالهم بشعب كيزيدوا القفطان القدام، كما كاينين في بزاف ديال الحرافي، كاين اللي كيزيد بها القدام، كاين اللي كيرجع بها اللور، هذا الشيء راه ما يهمش. اللي كيزيد بها القدام نشجعوه. نصفقوا ليه وراه حنا يدنا معاه، واللي كيرجع به اللور راه حنا ما غاديش نرحموه. لا هو بالمرصاد. ها هو سيدي بشعيب دابا، دابا خليكم معايا مع لا فيديو، ها هو باش تشوفوه مخيط، باش تزعم تانتي غتشوفيه بالتبطين ديالو، غادي تشوفي فيه المضيمه ديالو، حتى هو راه مصوبه ما تحتاجيش تصوبي ولا الخياط ينصب عليك عليه، يقول لك انا نجيب لك مضمه ب 500 درهم راه مصوبه فيه ولا الكميمات ولا كل شيء بشعيب. ودابا خليكم مع الفيديو ديالو. هاد الفكره هادي فقط على لاله سميره جات في 48 ساعه كما قلت لك، باش شي حاجه شفتي قولي ما وجدتش بزاف حيت انا خبيت انه يجي، لان مفخره لنا اننا نشوفوا مغاربه تيخدموا الثوب يعني بلمسه مغربيه، فاصريت انه يحضر معنا كضيف القفطان. شكرا بزاف، قال لك زعما بالزربه من الزربه سي تبارك الله عليك. شكرا بزاف، هذا الطرز الامازيغي كما كتلاحظ معايا. انا شحال وجدت بالزربه خاطر شي مشكل قبليل. بغينا امازيغ، بغينا حتى الامازيغ نتفكروهم شويه. اكيد اكيد، اللوينات ديالهم لا يعلى عليها.